الاستعداد القتالي يعتبر واحدا من الأولويات الرئيسية في بناء وتطوير القوات المسلحة، كما تتطلب عملية الإعداد القتالي التركيز على تنمية المعارف والمهارات الفردية للمقاتلين وتعزيز تماسك أجهزة القيادة العسكرية وأساليب قيادة القوات. في هذا التقرير نستعرض معكم الحفل الختامي والتكريمي لاختتام البرنامج التدريبي لمدرسة الفقيد الحيقي بالمنطقة الثانية. تحت مظلة المنطقة العسكرية الثانية أقيم حفل ختامي وتكريمي لأنشطة وبرامج العام التدريبي للعام 2023 نظمته مدرسة الفقيد اللواء الركن علي الحيقي للتدريب القتالي بقيادة المنطقة الثانية نحو رفع الجاهزية القتالية الدائمة للقوات المسلحة والقدرة على الأعمال الحربية. المدرسة هذه مصنع الرجال، ومنها يتخرج قادة المستقبل، ونحن لهذا الموضوع سنولي عناية كاملة بالمدرسة وسنزودها بكافة الإمكانيات. حضور قيادات المنطقة الثانية في اختتام أنشطة العام القتالي للمدرسة يعطي دافعا قويا للأفراد للحرص على الانضباط في البرامج التدريبية والتأهيلية للمدرسة بمختلف الدورات التخصصية. حقيقة في مدرسة التدريب القتالي قد أولينا الأهمية الكاملة لرفع المستوى في الأداء لعناصر المنطقة العسكرية الثانية، كذلك المدرسة تولي اهتمام كامل بكل عناصر الوحدات للمنطقة. تكريم مستحق ل 226 طالبا وخريجا من مختلف الوحدات والشعب العسكرية التابعة للمنطقة الثانية، من الذين انتظموا على مدى عام تدريبي كامل في 9 دورات تنوعت على 4 مراحل تدريبية من الدورات التأهيلية والتخصصية والإدارية. طبعا احنا ضباط الدورة التأهيلية الخامسة، هذه فترتها ظلت 3 أشهر ونحن نتدرب في الميدان، واكتسبنا الكثير من الخبرات القتالية والرمي على السلاح الخفيف والمتوسط. لقد أثبتت التجربة أن مواجهة التهديدات العسكرية المختلفة تتطلب نظاما دقيقا من التعاون بين جميع الوحدات العسكرية يسمح بنشر سريع للقوات في المناطق المهددة، وانطلاقا من ذلك تولي قيادة المنطقة العسكرية الثانية أهمية خاصة لتدريب قوات النخبة الحضرمية وإعدادها لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في حفظ أمن حضرموت.